راح ننتقل إلى جولتنا الميدانية الثانية وإلى فندق سانت ريجيس الشيراتون، حيث يقام مؤتمر الاستعلام الائتماني أو ما يعرف بساينت، وهو نظام معتمد لدى بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية، يقدم خدمات كثيرة للأفراد منها الحصول التقرير الائتماني الخاص بهم بسهولة وفي أي وقت. رائد صبح عليك بالخير، يا ريت يعني ايضا فجر تشوفين رائد شنو عنده، انا ما فهمت التقرير وهذا، يا ريت كل الموضوع. صبحك الله بالخير رائد، واكيد ودنا تعطينا يعني معلومات اكثر عن اهميه مؤتمر الاستعلام الائتماني واهم اعماله، ويعني ودنا تبسطها لنا لان احنا بالاستديو يمكن شوي شنو قلت نجيب. انا مو يعني التقرير والائتمان وهالامور هذه بالبيزات انا ما اعرف، يعني ودي رائد يفيدني اكثر. اكيد عندك الموضوع رائد، قل لنا اكثر عن هالموضوع. صباح الخير زميله فجر، صباح الخير للزميل نجيب. لا نجيب، الامور اليوم من خلال تواجدنا في ورشه العمل عن العقار، ملاك العقارات، نتحدث عن العقار سواء كان الاستثماري او ايضا السكني، عمليه تنظيميه، عمليه ايضا تحفظ حقوق المالك، تحفظ حقوق المؤجر. اليوم مواكبه للتطور الكبير في عالم نقول العقارات، يعني هذا الشيء يعطي المرونه وايضا اتخاذ اجراءات قانونيه لحفظ حقوق المؤجر والمستأجر. يعني اليوم للأمانة نشوف التعاون الكبير ما بين اتحاد العقاريين وأيضا شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية، يضفي بظلاله من خلال هذه الورشة، الورشة الغنية بملاحظات، بتدوين نقول المستحدثات والمستجدات والتطورات الأخيرة، لتكون الصورة واضحة للجميع، وأيضا يحفظ حق المؤجر، يحفظ حق المستأجر من خلال ما نشاهده ونتابعه في الساينت اللي راح يكون إن شاء الله حاضر بالشرح والتعبير من خلال هذا الشرح الكبير، من خلال تواجد أيضا ضيفي وضيفك في الجانب الآخر الأستاذ إبراهيم العوضي رئيس اتحاد العقاريين. نصبح عليك بالخير أستاذ إبراهيم وقواكم الله، نوضح للمشاهد طبيعة هذه الورشة وأهم البنود اليوم التي تم مناقشتها لحفاظ أكيد حقوق المؤجر والمستأجر وأيضا ملاك العقار. يعطيك العافية، شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا اليوم اتحاد العقاريين ينظم ورشة مع الإخوان في جماعة ساينت. الهدف من هذه الورشة حقيقة محاولة البحث وإنهاء عملية الاستطلاع الائتماني للمستأجرين. طبعا الكل يعرف في السابق كانت وزارة العدل تتيح خدمة إلى ملاك العقار إنهم يستعلمون عن أي شخص يستأجر العقار من خلال معرفة كشف بالقضايا المرفوعة ضد المستأجر المحتمل للوحدة السكنية في أي عقار، سواء كان عقار استثماري أو تجاري أو سكني. هذه الخدمة تم إيقافها في المرحلة الماضية. حقيقة لاحظنا أن هناك الكثير من الشكاوي من كثير ملاك العقار والشركات العقارية بأن هناك الكثير من المستأجرين يتخلفون عن السداد، وبالتالي زاد حجم القضايا اللي موجودة في المحاكم وأرهقت حقيقة كمية القضايا والإجراءات القضائية المحاكم الكويتية، وهذا ساهم في مد درجات التقاضي وأنها تستمر لفترات طويلة جدا، وهذا أضر بصاحب العقار لأن الكثير من المستأجرين يتخلفون عن السداد. وهذا الأمر حقيقة زاد مع مرور الوقت بسبب رفع موضوع المنع السفر، الضبط والإحضار عن أصحاب القضايا. فحاولنا بشتى الطرق أن نشوف طرق أخرى يستطيع من خلالها صاحب العقار أن يستعلم على المستأجر قبل ما يأجره. ليش؟ أساس أنه ما يأجر إلى أي مستأجر عليه قضايا إيجارية سابقة أو عليه مشاكل مالية سابقة. خطينا خطوة أولى من خلال الهيئة العامة للمعلومات المدنية اللي بدأت مشكورة في دراسة فكرة توثيق عقود الإيجار وجعلها عقود إلكترونية، بحيث أن أي شخص يرغب في التأجير يجب أن يكون هذا العقد موثق من خلال جهات الدولة الرسمية عن طريق الهيئة العامة للمعلومات المدنية، واللي بدأت حقيقة في عمل هذا الموضوع. نية حق الأمر الآخر، بدأنا نعمل مع الإخوان في الساينت على آلية معينة بحيث تتيح لكل صاحب عقار أنه يستعلم عن المستأجر قبل ما يوقع عقد الإيجار معاه، بحيث أنه يشوف هل هذا المستأجر ملتزم، هل عليه إشكالات قضائية، هل عليه مشاكل مالية، هل عليه قروض ما سددها، وبالتالي تتيح لصاحب العقار أنه يأجر للمستأجر المقتدر اللي ما عليه مشاكل قضائية، وبالتالي نخفف حجم القضايا اللي قاعد تتجه إلى المحاكم بسبب تخلف المستأجرين عن سداد الأجرة.
الاستاذ ابراهيم العوضي كونك رئيس اتحاد العقاريين، اليوم يمكن الحديث عن الملاءة المالية، الحديث ايضا عن هناك العقود يمكن انواع، نتحدث عن 7 انواع ما يقارب يمكن، وهل هي تختلف نقول قوانينها قواعدها بالنسبة للاستثماري وايضا للسكني؟ طبعا كل استخدام له عقد ايجار منفصل، يعني احنا اليوم لازم نفرق بين عقود الايجار السكن الاستثماري، يعني عقود ايجار السكن العادي، عن عقود الايجار المحلات، عن العقارات الصناعيه، كلها مختلفه عن بعضها البعض. احنا للامانه على اساس اكون امين معاك، الخطوه الاولى راح تكون موجهه فقط للعقارات الاستثماريه، اللي هي العقارات اللي فيها شقق سكن الوافدين، بحيث يتم الاستعلام عن الوافدين فقط. هذا امر. الامر الاخر بعدها راح ننتقل للمرحله الاخرى اللي هي متعلقة في المحلات التجارية والعقارات التجارية. يجب أن نأكد أيضا على أمر آخر، إحنا اليوم الهدف من عملية التعاون مع ساينت ما راح نطلع على جميع المعلومات الائتمانية المتعلقة بالعميل، يعني إحنا اليوم ما راح نطلع على راتبه، ما راح نطلع على قروضه مع البنوك، ما راح نطلع على إذا كانت عنده قروض بشراء سيارة أو أي سلع استهلاكية أخرى. الاستعلام راح يكون فقط متركز على هل هذا العميل عليه قضايا إيجارية أو لا، هل هذا العميل عليه التزامات تجاه وزارة الكهرباء والماء أو حتى مع وزارة الداخلية إذا كان إقامة سارية أو غير سارية، بحيث أنه نحفظ حقوقنا وكذلك نحفظ حقوق الدولة، وتكون كذلك عملية التأجير مرتبطة، هل هذا المواطن، هل هذا العفو المقيم عنده إقامة سارية أو ما عنده إقامة سارية، هل ملتزم بسداد التزاماته من ناحية وزارة الكهرباء والماء، وبالإضافة إلى حفظ حقوق المالك مما يتعلق أن هل هذا العميل عليه قضايا إيجارية سابقة أو ما عليه قضايا إيجارية. تشمل ايضا حتى الى جانب المواطنين وايضا اخواننا نقول مثلا المؤجرين الاخرين في السكن الخاص؟ لا، حاليا نتكلم على السكن الاستثماري ويشمل كذلك المواطنين، اذا كان المواطن يرغب في سكن الاستثماري ممكن ان صاحب العقار بعد موافقته، يعني دائما اي استعلام يتم بعد تعبئه فورمه واضحه تتيح لصاحب العقار ان يستعلم على المستاجر وبموافقته، اما فيما عدا ذلك لن يستطيع اي صاحب عقار ان يستعلم على المستاجر. خطوات اخرى ستتبعها ان شاء الله؟ أكيد، يعني إحنا اليوم موضوع توثيق عقود الإيجار، موضوع أن تكون عقود الإيجار الإلكترونية، وموضوع عملية ساينت، وكذلك إحنا قاعد نشتغل بشكل كبير جدا أن يكون عملية السداد عن طريق القنوات الإلكترونية الرسمية من الحكومة، بحيث يتم متابعة حركة الأموال، وهذه أيضا لها أمر مهم من ناحية الأمنية، من ناحية غسيل الأموال، من ناحية تتبع أصل هذه الأموال، كل هذه أمور حقيقة تقع في مصلحة الدولة بشكل عام وكذلك مصلحة صاحب العقار بشكل خاص. كل الشكر والتقدير لك أستاذ إبراهيم العوضي رئيس اتحاد العقاريين، وشكر موصول دائما للقائمين على هذه الورشة الغنية بالملاحظات وأيضا بحفظ حقوق المؤجر والمستأجر من خلال خطوة أولى إن شاء الله ستكون للاستثماري وأيضا ستتبعها بإذن الله مستقبليا أيضا الوصول للسكني، لوضع فورمة كاملة تحفظ الحقوق والواجبات للمستأجر والمؤجر وملاك العقارات. نعم الزملاء فجر ونجيب في الاستديو. يعني الموضوع رحنا ولا ردينا هم خاص بالفلوس، ان هذا يضمن حقه كمؤجر وايضا المستأجر يضمن حقه. كل الشكر لك زميلي رائد الشمري.